دلوقتي جه ميعادنا مع فقرة الأخبار المتنوعة والسياسية، وأول خبر معانا قال فيه الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط إن إجمالي الأجور في الموازنة العامة للعام المالي الماضي بلغت 208 مليار جنيه، من بينها 80% للأجور المتغيرة، مضيفا أن بعض الجهات الحكومية تحصل على مميزات عن نظيرتها بصورة عشوائية. وأكد العربي أنه لم يتم تخفيض مرتب أي من العاملين خلال العام الماضي، مشددا على أن جميع الجهات العامة سيطبق عليها قانون الخدمة المدنية الجديد. وأوضح العربي أن القانون الجديد يمنح الجهاز الإداري حق الإعلان عن الوظائف الشاغرة بداية شهر يناير ويوليو، وسيتم التعيين على أساس الكفاءة وليس المحسوبية. الحقيقة الخبر ده يمكن إحنا زي ما تابعنا شفنا بعض الإضرابات، بعض الاعتصامات، والحقيقة ان احنا عايزين نقول انه مصر بتتغير، مش حاجة اسمها اضراب واعتصام هو اللي هيجيب نتيجة او هتعدل القانون. القانون المفروض ان هو بيتم وضعه وفقا للمصلحة العامة. كمان يا ريت كمان نعدل قانون العمل، يعني قانون العمل الناس اللي بتقعد تاخد اجازات بدون مرتب وحاجات رهيبه، و30 و20 سنه ياخدوا اجازه بدون مرتب والوظيفه تبقى موجوده جوه الشغل فاضيه ومليانه، مش محدش فاهم بالظبط. نروح بقى للخبر الثاني اللي معانا النهارده، واكد المهندس علي فضالي رئيس شركه المترو انه هيتم تشغيل القطار المكيف الثالث الجديد بالخط الاول للمترو والمرج حلوان قبل نهايه الشهر الجاري بعد انتهاء تجارب التشغيل والاختبارات عليه. وأضاف رئيس شركة المترو أنه يجرى حاليا الانتهاء من الاختبارات على هذا القطار داخل مصنع سيمانف التابع للهيئة العربية للتصنيع ضمن التعاقد المبرم مع شركة هونداي روتم الكورية لتصنيع وتوريد 20 قطار للخط الأول بتكلفة 2.2 مليار جنيه بالاشتراك مع سيمانف.